إلى المركز النهاري للطب النفسي بسلا يحمل سعيد وهو اسم مستعار علاته كل يوم. سعيد الذي تتحدث كشوفاته الطبية عن انفصام في الشخصية اختار قبل أزيد من شهر أن يلتحق بهذا المستشفى أملا في علاج هو في أشد الحاجة إليه. قصة البداية الأولى لسعيد مع المرض تعود إلى ضغط في العمل يقول إنه أثر على صحته النفسية، ما جعله يدخل في دوامة بحث دائم عن الحل قبل أن يهتدي إلى هذا المركز. درت لي كوربسي الكوبتا الأعصاب ديالي بليت بدون شعور تنفعل بلا ما تنشعر يهضر معايا شي واحد كنحاول نهزيه نديرو. في الطين يفرغ سعيد انفعالاته العصبية ويمرن حواسه وأطرافه على التركيز، وعلى المختصين يشرح حالته النفسية انتظارا للتوجيه والمواكبة، لكنه بمجرد العودة إلى البيت يثور في حالة لم يتناول أدويته في وجه أمه. هذه الأخيرة ومن فرط معاناتها تغالب الدموع كي تروي لنا محنتها مع مرض ابنها النفسي. كنفوت نخرج نسيح دا ما نبقاش في الدار. دابا بناتي كيقولوا لك لا مو الا صحتي ما غاديش فين غنلقاوك، والولد الثاني عاود غادي يتشهر فيه غيبقى يبات في الزنقه وانا شاده ليه الدار هو ما باتش في الدار. والله اللي على بالي مرض سعيد النفسي لم يؤثر عليه مهنيا فحسب، زواجه أيضا انتهى إلى الفشل بسبب عجز الزوجة عن تحمل نوبات زوجها العصبية، لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد. معاناة أخرى تنضاف إلى القائمة متمثلة في نظرة دونية للمجتمع تجاه المريض نفسيا. المجتمع ما تيرحمش، كل واحد شنو تيقول، واحد تيقول راه تديرها بالعاني، واحد كيقول راه تديرها تحمق بالعاني، تديرها باش يهرب على عباد الله، باش يدير راسو حمق، راه باش يدير الخيبرة على يطبق الخيبرة على بنادم. كل واحد شنو تيقول، واحد تيقول راه مريض، لا راه مريض نيت، راه كنعرفوها بأنها مريض، عندك الدراري كانوا كيعرفوني من كتب المراهقة وداكشي كيقولوا راه مريض، راه نيت راه عنده مرض نفساني. في خوف دائم تعيش الأم، خوف من أفعال قد يقوم بها الابن دون وعي منها، وفي قلق يعيش الاثنان من ثقل كلفة التداوي من المرض، فلا الأسرة قادرة على تأمين الموارد المالية لتغطية نفقات المستشفى والأدوية، ولا المجتمع كان رحيما بسعيد الذي أضحى المرض الذي لم يختره بيده وصمة عار عليه.